ثم يقول تبارك وتعالى بعد أن ذكر النعم سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب، قال بعد ذلك: إنا أنشأناهن إنشاء. يتكلم عن الحور العين. نشأ في اللغة تدل على ارتفاع وسمو، يقال نشأ السحاب إذا ارتفع. مثال ذلك إذا أتيت على بيت تهدم وبنيته من أول وجديد وشيدته ولمعته وزينته، كذلك نساء الدنيا. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، سألته أم سلمة، قال: المرأة تكون يعني عجوز وهرمت، ومعلوم يعني حال الإنسان إذا كبر، فقال الله سبحانه وتعالى: يعيدها فترجع فتية جميلة إلى ما يتبع ذلك. هذا معنى قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل هذه النساء التي في الدنيا صارت عجوزا إلى ما يتبع ذلك، يجعلها رفيعة المستوى من جمال ولطافة وإلى ما يتبع ذلك. فقال: فجعلناهن أبكارا، أي أرجعهن إلى حالهن قبل التغير، لأن المرأة إذا تزوجت وأنجبت تغير حالها، فالله سبحانه وتعالى يرجع على حال الشباب.